كشف وزير المالية دكتور محمد معيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو بلغ 6.6%، إضافة إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي. والله لولا كورونا كنا نتحدث الآن عن عجز موازنة عامة للدولة 4% وليس 6.1%، كنا نتحدث الآن عن دين للدولة في حدود 77 ولا حاجة في المية وليس 87. لولا كورونا وتبعات كورونا من تضخم وحرب وما إلى ذلك، احنا الحمد لله جبنا بنجيب وهنجيب كل احتياجات مواطنينا من القمح، من المواد البترولية، من المواد الطبية، من كل حاجة. ايوه في شوية كعبلة ولخبطة وبتاع، لأنه بديل وسط حرب، أزمة حرب في العالم. وقال معيط بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وأن الصندوق لم يفرض أي شروط تتعلق برفع الدعم. الصندوق أكد في مباحثاته معانا، قال أي برامج حماية اجتماعية هتقوموا بيها إحنا بندعمكم فيها، إنما الأغراض اللي هي هدفها إثارة بلبلة وإثارة مش عارف إيه أي حاجة. يا راجل هو انت تعرف المشاورات فيها ايه ولا المفاوضات فيها ايه؟ تطلع تقول لي ده بيتكلموا مش عاوزين دعم رغيف العيش، ده بيتكلموا مش عاوزين دعم السلع التموينيه، ده بيتكلموا كذب كذب وافتراء وادعاء بالباطل بدون علم. 532 مليار جنيه تم توجيهها من الخزانة العامة للدولة لصندوق المعاشات خلال 38 شهرا، واعتبارا من بداية سبتمبر المقبل سيتم زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تقريبا من 9 ل 10 مليون أسرة في او بطاقة تموين، في بطاقة تموين بيبقى عليها أسرة، في بطاقة تموين بيبقى داخلها أسرتين او ثلاثة، فالمبلغ اللي هيتحط زيادة 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه اعتبارا من سبتمبر 1 سبتمبر ان شاء الله، بالإضافة إلى المجموعة اللي هي هنضمها احنا حوالي 500 ألف لتكافل وكرامة، المجتمع المدني 600 ألف 420 ألف يعني نفس القيمة بتاع تكافل وكرامة، و180 ألف هتبقى إعانات عائلية. احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين كمان مجلس النواب عشان اقرار رفع الحد بتاع الاعفاء الضريبي بنسبه 25%، وده يستفيد منه الكل بقى، قطاع خاص قطاع عام قطاع، رفع الاعفاء الضريبي بنسبه 25% ده ان شاء الله باذن الله ننتهي منه في اكتوبر، بحيث الناس كلها يعني الفرق الضريبي ده تستفيد منه. رسالة طمأنة من وزير المالية إلى جموع الشعب المصري بأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة وأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وأن الصندوق لم ولن يفرض أي شروط تتعلق برفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية. لمياء موافي، النيل. ونشير أيضا إضافة لهذا التقرير إلى أن معدل النمو المحقق هو الأعلى منذ عام 2007-2008. معدل النمو الآن وصل إلى نحو 6.6% مع مجموعة من التطورات والإنجازات المتلاحقة المضافة لرصيد الاقتصاد المصري. نرحب اليوم في هذه الحلقة للتعليق على هذا الموضوع بالدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. يعني كيف تعلق على هذه الأرقام الواردة في حديث السيد وزير المالية عن معدل النمو وأنه الأعلى منذ عام 2007-2008 وأن الاقتصاد المصري يشهد مجموعة من التطورات؟ خلينا نبدأ قبل ما نتكلم على تعليق المؤتمر الخاص بسعادة وزير المالية، إن احنا العالم كله من وقت أو من بدء الحرب الروسية الأوكرانية العالم كان لسه بيخرج من تعافي، كان مرصود له ان في خلال عامين على 2024 هيحصل تعافي للاقتصاد العالمي بعد كورونا والاوميكرون والحرب الامريكية الصينية، والقفل ده عمل عندك ان سلاسل الامداد في العالم كله توقفت، غير ان تجارة الحاويات في العالم كله توقفت وكنت محتاج حاويات اكتر وما عندكش اصلا يعني ما عندكش معروض عشان الحاويات اللي انت بتستورد فيها كسلاسل انتاج تغذي العالم كله، فالعالم كان متوقف. بدأت تتحرك شوية، حصلت الحرب الروسية الاوكرانية. الحرب الروسية الاوكرانية عملت ايه؟ طبعا احنا في بداية العام قبل ما تحصل الحرب كلنا كنا متوقعين ان في تضخم عالمي
بس مش بالشكل اللي احنا دلوقتي كلنا عايشينه في كل دول العالم وليس في الدولة المصرية فقط لا غير. لما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب دي خلينا نقول انها وقفت بعض السلع الرئيسية اللي تمثل سلع أمن قومي لبعض الدول، ومصر للأسف دولة من الدول دي اللي بتستورد منها القمح والشعير وبعض المنتجات التانية. زائد ان التعنت الأوروبي والأمريكي مع روسيا وعدم وجود مفاوضات صحيحة للجانب الأوكراني، لأن الناس تقعد على الطاولة ويشوفوا إيه المفاوضات، فبدأ تحصل طبعا تصعيد لعقوبات، وبالتالي روسيا هي اللي في مركز قوة. كل اللي عملته إنها بدأت تقفل إمدادات البترول والغاز على أوروبا. طيب هذا لم يكن في حسبان من دعموا الحرب؟ لا طبعا، لا طبعا. هو أولا أنت ما ينفعش على روسيا كدولة قوية ودولة كبيرة من الدول العظمى في العالم أنك تفرض عليها عقوبات، وما ينفعش أنك تفرض العقوبات التعسفية اللي أنت عملتها في كل الشرايين الاقتصادية للدولة. يا روسيا دخلت الحرب وهي مستعدة استعداد كامل اقتصادي من أكتر من 10 سنين، أن هم عارفين أن هم في حدودهم مهددة من الجانب الأوكراني ومن أكتر من دولة تانية، ودخلوا لتأمين حدودهم. النهاردة لما دخلوا الحرب دي أنت المفروض تحط سلة، يعني تحط طاولة مفاوضات وتبدأ تتناقش، ما تجيش تعمل سياسة الند بالند، لأنك مش هتبقى بالند مع الند مع الدب الروسي. هو عمل إيه؟ هو قفل سلاسل الغاز دلوقتي، كل الإمداد الخاص بغاز أوروبا قال لك يا تدفعوا لي بالروبل الروسي يا ما فيش. لكن من المفترض أن الجانب الآخر أيضا هو قوة كبرى، يعني تملك حلول وتملك خطط وتملك استراتيجيات ولديها من الخبرة والتأهيل سواء العلمي أو العسكري أو التكنولوجي أو الاقتصادي لدراسة وتوقع هذا الموقف. خلينا ناخد الموضوع بشكل تاني، وهدي لحضرتك مثال بسيط. لما حصل الكورونا، لما حصلت، هو دلوقتي اللي بتمد العالم أو مصنع العالم هي الصين. لما كورونا حصلت مش العالم كله توقف؟ لأن الصين توقفت. طب هل العالم والدول العظمى اللي في العالم ما عندهاش خلينا نقول يعني كل السابقات العلمية والتصنيعية والتكنولوجية ان تخليها لا تعتمد على الصين؟ انت في عندك بعض الامور اللي انت لا تملكها، يعني الدول الاوروبية لا تملك الغاز ولا تملك المواد الخام اللي بتخش في التصنيع، ولكن روسيا دولة يعني ليها مكانة عالمية في ده. فالنهاردة هو لما حصل الاحتقان ده، عشان نرجع للموضوع بتاعنا الاساسي، الاحتقان ده لما حصل عمل مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ ان اسعار النفط في العالم واسعار الغاز في العالم ارتفعت. دلوقتي القارة الاوروبية داخلة على فصل الشتاء، بدأوا يتجهوا المشكلة تانية، وهي ان هم يعدلوا المحروقات عندهم بالفحم اللي بدأت تعمل جفاف لانهار اوروبا، اللي بدأت تعمل مشاكل عندهم في الخطوط اللوجستية. طيب ده برضو اللي احنا بنحكيه ده ماله ومال مصر. نعم. انت النهاردة كمصر المشكلة الاساسية عندك، ويمكن انا قلتها في اكتر من حلقة هنا في النيل الاخبار، ان يا جماعة احنا الحمد لله عملنا الاصلاح الاقتصادي وعملنا برنامج ناجح جدا وادانا ضمانة اجتماعية ان في ظل الازمات اللي حصلت، ويمكن في الكورونا احنا الحمد لله كدولة كنا دولة متزنة في ظل اللي كان حاصل. لما بدأت الحرب انا كنت قبليها بسنة كنت دايما بتكلم بقول ايه، بقول احنا عندنا حاجتين اساسيين لازم نتجه ليهم لان دول امن قومي. اول حاجة زراعة القمح، ومصر كانت منذ قديم الأزل، يعني مش من آلاف السنين بل من 100 سنة، كانت مصر من الدول اللي كان القمح عندها يعتبر سلعة أساسية وكان عندها اكتفاء ذاتي. فالرئيس لما وجه بمشروعات التنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي 1.5 مليون فدان وغيرها من المشاريع، هو وجه بعملية سرعة زراعة القمح المصري. المشكلة اللي حصلت إن القمح اللي اتزرع ما يكفيش السوق المحلي. طيب انت النهاردة معالي وزير المالية كان بيتكلم في المؤتمر ان الحمد لله ان احنا الناتج القومي عندنا مستقر، والحمد لله ان الاقتصاد المصري مستقر، لكن في ازمة، والازمة دي ازمة عالمية انت مستوردها من بره. الى متى ستستمر في رأيك؟ سنتين. انت معاك لغاية منتصف 2024، ده لو على نهاية العام الحرب توقفت. الحرب لو لم تتوقف هتمد حضرتك 4 سنوات. احنا بنتكلم على اقتصاد مصري النهارده، انت عندك 4 حاجات لازم تتحرك فيهم فورا.
أول حاجة أنت عندك مشكلة حصلت في خلال الثلاث أربع شهور الماضية، وخروج 20 مليار دولار من مصر اللي هي الهوت ماني، اللي هو كانت الاستثمارات الغير مباشرة من أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين اللي بيدخلوا بناء على سعر الفايدة. لأن أنت في مصر كنت معلي أكبر سعر فايدة في العالم كله بتديه للمستثمرين، وده اللي خلى المستثمرين يدخلوا لك. طيب هو اسمح لي البعض لا يفهم هذه الجزئية، يعني لماذا خرجت هذه الأرقام ولماذا لم تبقى؟ خرجت لأن أمريكا علت سعر الفايدة عندها 1%. فلما أمريكا تعلي سعر الفايدة عندها 1%، نظرة المستثمرين في العالم كله اللي بيستثمروا عندك في وزارة الخزانة في البورصة في غيره في غيره في غيره، لما ينظروا لأمريكا أنها علت 1%، فطبعا أمريكا هي رقم واحد في الاقتصاد العالمي. فهل انت حصل عندك اضطراب في الموضوع ده بعد تأثر الحرب؟ ما احنا النقطة الأساسية اللي احنا بنتكلم فيها ان الحرب حصلت. الحرب لما حصلت خلت ايه؟ هل انت ما عندكش صادرات؟ لا، احنا الحمد لله عندنا صادرات كويسة جدا، وبقى لنا دخل من النقد الأجنبي من الصادرات المصرية في تحسن في خلال السنتين اللي فاتوا. زائد عندنا غاز دلوقتي بدأنا نخش فيه في عملية التصدير، وبدأنا نخش في اكتفاء ذاتي، فقفلنا نقطة معينة كان بيحصل عندنا استنفاذ للنقد الأجنبي. طب النقطة الثالثة تحويلات المصريين بالخارج. النقطة الرابعة بدائل سياحية تانية، لأن احنا طبعا حصل ضرب في السياحة الروسية والأوكرانية اللي كانوا يعدوا من الروافد الأساسية في السياحة، بدأت تعمل برامج جديدة. فأنت فعلا داخل لك دخل قوي جدا وعوائد جيدة من القناة طيب احنا كده والتصدير، ما ده اللي أنا قلته في البداية. يبقى هنا معناه ايه؟ معناه ان انت الناتج القومي عندك مرتفع. جميل. لا، في نقطة تانية انت لازم تبقى باصص لها. ايه هي النقطة التانية؟ ان انت دلوقتي اول حاجة في عملية ان انت لازم اللي بيستهلك عندك النقد الاجنبي واللي بيرفع سعر الصرف اللي خلى المستثمرين، رجوعا لسؤال حضرتك هم ليه خرجوا، انت حصل عندك مش التضخم، حصل عندك في سعر الصرف بين الدولار وبين الجنيه حصل عندك زبزب، وده وقع طبيعي ان كان لازم هيحصل. ف المستثمرين دول بينظروا دايما للاسواق الثابته، يعني يبص للاسواق الخليجيه يقول لك هو سعر صرف الدولار واليورو مرتبط مع الدرهم او غيره من العملات الخليجيه ثابت من اكتر من 30 سنه ما بيتغيرش. طب لما امريكا ترفع لي 1%، لا احسن من ان انا ابقى موجود في شمال افريقيا قدامها 10%، فيروح ساحب كل امواله ورايح لامريكا. ودي كانت حركه ذكيه جدا من الاداره الامريكيه اللي هم رفعوا السهوله بهذه السهوله طبعا، لان هو مستثمر. زائد ان انت كان عندك مشكلة وقيود في موضوع الدولار، لان انت بتحد اصلا من عملية التعاملات بالدولار داخليا وخارجيا. انت عايز مصر بتحاول في خلال السبع سنوات الماضية انها تقفل الحقيبة الدولارية عندها عشان اقدر اثبت عملة البلد او قيمتها. طيب انت النهاردة عملت القيود على الاستيراد ونجحت فيها، بس كان في حاجات ما ينفعش ان انت تعملها. يعني انت رفضت قيود، فرضت قيود على بعض المكونات الانتاج وبعض خدمات الانتاج اللي بتخش في التشغيل، عطلت لك حاجات كتير جدا وطلعت من عندك مستثمرين. لكن لو هناك تيسيرات بالنسبه لمساله الاستيراد، هل ستزيد العبء على الدولار؟ لا، تزيد الضغط عليه؟ احنا ما بنتكلمش نحط تيسيرات للدولار، احنا بنتكلم ان احنا نحط نفس القيود اللي احنا حاطينها، بس اي حاجه تخص في مشغلات الانتاج، اي حاجه تخص في خطوط الانتاج، اي حاجه تخص في التصنيع، لازم دي ما تبقاش متضمنه القرار اللي اتخذه السيد طارق عامر طبعا في خلال الشهور الماضيه. النقطه الثانيه والاهم من كل ده ايه هي؟ ان انا النهارده حضرتك اللي واخد مني، اللي خلى في عندي بعض الاضطرابات في سعر الصرف واللي خلى عندي فيه مشكله دلوقتي، هي الاستيراد الكبير. الدول اللي فازت في موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، في دول زي الأرجنتين والهند وغيرها من الدول اللي بتصدر القمح. أنا دلوقتي اللي محتاجه أن في أسرع وقت لازم لجان من وزارة الزراعة، في أسرع وقت لازم القمح يتزرع في مصر. ما ينفعش أن احنا نستورد قمح تاني، وده يبقى لأن ده أمن قومي. أنت النهاردة لما هتسد الخانة دي في الاستيراد، فأنت هتريح الشعب. نقطة تانية والأهم من أي حاجة، ضبط الأسواق. أنا أكتر من 17 حلقة في قناة النيل الأخبار أطالب يا جماعة رجعوا التسعيرة الجبرية زي كل دول العالم اللي فيها الاقتصاد المتنوع. حضرتك لما تنزل النهاردة تجيب لبيتك بعض الخضروات من أي سوق، هتروح هتلاقي مثلا عم محمد اللي هو عنده كيلو الطماطم عامله مثلا ب10 جنيه،
وهتروح لعم سيد هتلاقيه عامل كيلو الطماطم ب 5 جنيه. طب هتسال عم محمد تقول له لا ده ليه ب 10 جنيه، يقول لك الدولار زاد. طب انت مالك ومال الدولار زاد؟ ما في حد، ما فيش عندنا رقابه، ما فيش. واحنا لازم يطلع قانون، وقانون يطلع من مجلس النواب بتشريع ان يبقى عندنا لجنه. هو البعض، اسمح لي عفوا المقاطعه، البعض يربط موضوع الدولار بمساله انخفاض الجنيه ومن ثم زيادة تكلفة الوقود وزيادة تكلفة النقل وغيرها وغيرها، وبالتالي هذا ينعكس على سعر السلعة. كل دي مسببات جشعية. ليه حضرتك؟ لأن النهاردة أنت المفروض في عندك حاجة اسمها هامش الربح الموضوعي زي دول مجلس التعاون الخليجي، أنا طيب دايما بستشهد بيهم. بعض الخبراء أيضا يردون على كلام حضرتك بأن مسألة التسعيرة كما يطلق عليها صحيح هي ضد مبدأ الاقتصاد الحر أو فكرة الاقتصاد الحر. الكلام ده كان في الثمانينات، يعني انا لما حد يجي يتكلم معايا، انت حضرتك لما اتجهت الفكر في اوائل 74 75 لما كنت في الحرب واتجهت للفكر الرأسمالي وتحررت من الاشتراكيه، عملت ايه؟ حطيت حاجه اسمها التسعير الحر اللي هو بناء على العرض والطلب. طب هل ده كان ناجح؟ كان ناجح في الفتره دي لان انت كنت لسه بتبدا، دوله كانت طالعه من حرب. طيب التسعيرة الجبرية، احنا كنا في التوقيت ده كنا في حدود 40 مليون، احنا النهاردة 104 مليون. هل هي قابلة للتطبيق؟ قابلة للتطبيق فورا. ليه بقى حضرتك؟ انا مش هستشهد، انا دايما لما باجي اتكلم او في دراساتي وفي ابحاثي بستشهد بتجارب الدول الاخرى. فانا هتكلم مع حضرتك مع دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي هي مش محتاجه انها تعمل تسعيرة جبرية، بس دول مجلس التعاون الخليجي النهاردة مثلا على سبيل المثال او اوروبا او اسيا او اي دولة، كيلو الطماطم اللي موجود النهاردة مثلا في دولة زي الإمارات في أبو ظبي هو اللي موجود في الفجيرة، هو اللي موجود في دبي. يعني تقصد حضرتك تحديد هامش ربح معين؟ هو 25% لازم أقضي على جشع التجار، لأن أنت بتقضي على أنت حضرتك النهاردة الدولة عليها، أنا اللي بقوله ده حلول النهاردة الدولة عليها عاطل كبير جدا وهو عملية الحماية الاجتماعية. والدولة فعلا الإدارة عندنا مش مقصرة في ده، بالعكس ده في ظل اللي انت فيه، اللي فيه دول كتير جدا زي ألمانيا ما حطتش حماية اجتماعية للمواطنين. هناك بالفعل جهود من وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق. ما جهود وزارة الداخلية دي جهود، أنا لا أطالب بجهود، أنا أطالب بتشريع وبقانون فوري يطلع من مجلس النواب، ولو في بقى تجار موجودين في غرف تجارية، تجار موجودين في المجلس غيره هيعرضوا الكلام ده. لا أنا بتكلم على إن ده موضوع أمن قومي حضرتك. طيب بالنسبة للمدى الزمني القصير، رؤية حضرتك للاقتصاد الوطني المصري في المرحلة القادمة؟ شوف حضرتك، بالنسبة لو هنتكلم المدة الزمنية القصيرة فهنتكلم لنهاية 2022. انت في الوقت الحالي انت هنقول ان الاقتصاد ثابت. يعني ايه الاقتصاد ثابت؟ الاقتصاد الناتج القومي الخاص به هو كان ناتج قومي كبير جدا، لكن احنا محتاجين دلوقتي حاجة مهمة جدا 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 وهي حوافز استثمارية مباشرة، وعايزين فريق في الهيئة العامة للاستثمار يتحرك بأسرع وقت، وناديت بيه كتير جدا ان يحصل ترويج لآخر مشروعات استثمارية طرحت من الدولة. ان المستثمر النهاردة الاستثمارات الغير مباشرة العشرين مليار دولار اللي طلعوا من مصر انت محتاج تدخلهم تاني، ما تدخلهمش تاني باقتراض، دخلهم تاني باستثمارات مباشرة. ده هيتحقق ازاي؟ اللي بيسوق لمصر هو السيد الرئيس. لا احنا محتاجين لجنة النهاردة تبدأ تتواصل مع الشركات. حوافز استثمارية بمعنى يعني. حوافز استثمارية، ان انا النهاردة عند حضرتك في عندك بعض المشاكل اللي موجودة، ان انت النهاردة لو انا رايح افتح مصنع، انا هكلمك في الحاجات الفعلية لو انت عايز تحل الاراضي النهاردة في المصانع، الاراضي غالية جدا، فانا المفروض النهاردة ان الاراضي دي امنحها اصلا مجانا. انت حياتك هتجيلي من بره هتعمل مصنع بتروكيميكال، هتعمل مصنع حديد، مصنع مواد غذائيه، وات ايفر القطاع اللي هتشتغل فيه، فانا هديلك الارض دي مجانا لمده 10 سنين. اشيل من عليها الضريبه العقاريه، لان ده مصنع ما ينفعش تحط عليه ضريبه عقاريه، فلازم ان انا احط دي بعين الاعتبار. ثالثا ابدا اعمل ترشيد، ده اللي خلى الناس تخرج من عندك، ابدا اعمل النهارده شوف تسعير الطاقه اللي بيخش المصانع. طيب اسمح لي، وبعد 10 سنوات بعد المستثمر ما يكون حقق أكبر استفادة ممكنة، هو المستثمر ينهي نشاطه ويستفيد من موضوع الأرض المجانية وهكذا؟ لا 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 حضرتك، هو المستثمر النهاردة لما بيدخل الدولة عندك هو أنت عايزه يجي لك ليه؟ أنا اللي بقوله لك ده اللي بيحصل في دول الخليج يأتي ليبقى ويستمر. عايزه يبقى ويستمر. هيبقى ويستمر عندك إزاي وأنت أوريدي بتفرض عليه قيود المفروض إن هي تم إقرار إن القيود دي مش هتبقى موجودة؟ إيه المميزات؟ ما هيروح المغرب، هيروح الجزائر، ما هي الدول دي بتديله المميزات بلاش، هينزل رواندا. ما هو انت النهارده لازم في حاجه اسمها التنافسيه العالميه لجذب الاستثمار، لو ما حققتهاش وتعاملت فيها بشكل مش مباشر فانت النهارده مش هتدخل اللي انت عايزه، وما ينفعش تفضل معتمد على
الميجا انتربرايز اللي هي الشركات العملاقة، لا انت محتاج الشركات المتوسطه والشركات اللي في الانفورميشن تكنولوجي والشركات اللي في المانوفاكتشرنج، بخلاف الحوافز للمستثمر المحلي المصري ايضا. ما هو انت المستثمر المحلي لما المستثمر الاجنبي ده عشان يجي يشتغل هيحتاج مقاول وهيحتاج الانشائي وهيحتاج الموزع، انت هتعمل ايه؟ هتوفر فرص عمل، خطوط انتاج محليه للجميع. نعم. اكتفاء ذاتي. نعم. قفلت الموضوع ودخلت اللي خرج من عندك. نعم. أتوقف مع حضرتك عند هذه الجزئية لمتابعة مجموعة من القطاعات التي شهدت نمو على مدار الفترة الماضية. مؤشرات إيجابية حققها الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022 بالرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ففي حين تراجع نمو الاقتصاد العالمي في عامي 2021 وأوائل 2022 فقد سجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي نموا بنسبة 6.6%، وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%، وأشارت الوزارة إلى حدوث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021-2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نمواً بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%. وفي سياق متصل قالت وزارة التخطيط إن القطاعات الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي خلال 2021-2022 تمثلت في الصناعة التحويلية والتجارة والزراعة والأنشطة العقارية والاستخراجات، حيث ساهمت هذه القطاعات بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. في تلك الأثناء استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 57.8%، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%. إذن كانت هذه مجموعة من الأرقام والإحصائيات الخاصة بالقطاعات البارزة التي شهدت نموا في الاقتصاد المصري. ما زلنا نواصل حديثنا مع الدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي. دكتور محمد، هناك لا شك مجموعة من المخاطر التي تعيشها الاقتصاديات وخاصة اقتصادات الدول النامية، لو تحدثنا عنها بالنسبة للاقتصاد المصري وكيف سيتفاعل معها في الفترة القادمة ويواجهها. حضرتك انت عشان تقول المخاطر انت لازم تحدد نوع المخاطر، هل انت بتتكلم على المخاطر الثابتة؟ هل انت بتتكلم على المخاطر العالمية؟ هل انت بتتكلم على المخاطر المتنوعة اللي بيجيلك نظر لبعض الخطط اللي بتتحط وبتتغير من المعايير اللي بتحصل دلوقتي والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة؟ لو اتكلمنا اوفر اول على كلمة المخاطر اللي بتواجه الاقتصاد المصري، اول حاجة قدامي سعر الصرف. انت مش هينفع تثبت سعر الصرف في مصر في المرحله الحاليه، انت لازم تعمل سعر صرف حر، حتى لو انطلق الدولار الى ارقام يعني بعيده. الدولار دلوقتي هو كده كده بينطلق. انت دلوقتي حضرتك اللي انت محتاجه ايه؟ انت محتاج المستثمر اللي هيخش لك بالاستثمارات وهيخش لك بالتدفقات النقديه الكبيره، لان انت سوق واعد، انت سوق مش صغير. وانت في الاصلاح الاقتصادي صلحت السوق وحطيت البيئة التشريعية القانونية وحطيت المشروعات وحطيت البنية التحتية وحطيت كل حاجة ان المستثمر يجيلك. المشكلة الوحيدة اللي بينك وبين المستثمر هي عملية الدولار، ان هو النهاردة مثلا دخل، على سبيل المثال هو كان داخل النهاردة وداخل بالدولار ب15.70 جنيه، هو النهاردة عايز يطلع ارباحه، هيروح يشتريها النهاردة بكام؟ هيشتريها ب19.20 جنيه على سبيل المثال. ففرق المارجن الخساره ده بالنسبه له هي مشكله. لكن لو هو في المرحله اللي احنا بنتكلم فيها في خلال مثلا 6 شهور لسنه حطيته بسياسه العرض والطلب، هو مش هيتغير لان هو قيمته الفعليه 18 جنيه، فهو مش هيزيد ولا هينقص، هو هيبقى في الميزان ده. ليه؟ لان قوه عرض شرائيه وبيعيه، ده المخطر الاول اللي انت لازم
وطبعا السيد محافظ البنك المركزي الحالي والمستشارين الخاصين به، وانا اثق تماما في السيد هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي وكان رئيس مجموعه سي اي بي سابقا، هم دول عندهم، وهو ده الفكر اللي انت محتاجه. انت محتاج دلوقتي في السياسه الماليه والسياسه الاقتصاديه في مصر الديمقراطيه. يعني ايه؟ يعني زي ما الرئيس بيحط الحوار في كل حاجه، انت المفروض في السياسات بقى النهارده في الوزارات وفي البنك المركزي تبدا تحط ديمقراطيه التعامل مع الخبراء الدوليين، تجيبهم خبراء الاقتصاديين المحليين تجيبهم، وتقعد تاخد اراء الناس دي بخطط. عشان لكن اسمح لي، ديمقراطيه التعامل يعني بما ستفيد المواطن العادي اذا كانت امواله ستتاكل؟ هو دلوقتي انا عايز اسال حضرتك حاجه، هو اللي حصل في خلال العام الماضي ده في بعض القرارات اللي اتخذت من البنك المركزي كانت قرارات صحيحه تماما، وفي بعض القرارات اللي اتخذت كانت قرارات مش وقتها او كانت ممكن تتخذ بشكل تاني. وكانت المشكله اللي موجوده في البنك المركزي في الاداره السابقه ان هو القرار اتخذ ويتم تنفيذه، وكان في نظام ان انت ما ينفعش حتى تتناقش معي لولا تدخل السيد الرئيس في اكثر من امر في عمليه منتجات التشغيل اللي انا بكلم حياتك عليها، كان هيحصل عندنا مشكله في المصانع المصريه. ما هو انت النهارده هي مش قصة ان انا بقفل الاستيراد وبقفل ان انا ادخل دولار البلد اخرج دولار من البلد فانا كده بعمل سياسة مالية صح، لا ده غلط. انت المفروض النهاردة المواطن المصري مشكلته في ايه؟ في اسعار السلع. النهاردة بيروح يشتري حزمة الجرجير ب2 جنيه بكرة بقت ب3 جنيه بدون داعي وبدون سبب. طب السبب ايه؟ هيقولك الدولار. طب ما انا لازم بقى اظبط الدولار واروح ظابط السعر، المواطن مش هيبقى عنده مشكله. هي دي مشكله المواطن. طيب لما تظبط سعر الدولار على حد رؤيه حضرتك بتحريره يعني ويوصل سعر السلعه الى 6 جنيه يبقى هذا اصلاح؟ هو مستحيل انه يوصل ل 6 جنيه. مش حضرتك بتقول بجنيه و2 جنيه و3 جنيه يعني بعد كده لما تبقى 5 جنيه تبقى بدا اصلاح؟ انت دلوقتي حضرتك انت دلوقتي خلينا نتكلم بشفافيه. انت دلوقتي سعر الدولار في خلال الست شهور اللي فاتوا كان بكام والنهارده بقى بكام؟ تمام؟ بلاش سعر السلع سواء في دولار بيزيد ولا ما بيزيدش ولا بيقل ولا ما بيقلش وضعه ايه؟ احنا هنتكلم بالواقع الفعلي ان المواطن المصري يحس فيه براحه. ده سؤال حضرتك سريعا. لما بتحرر السعر انت بتحرره وفقا لضوابط، مش بتسيبه كده، لضوابط عرض وطلب، وانت برضو بتبقى عامل كنترول عليه، بس انت ما بتحطش التسعيره بتاعته لان انت بتحط التسعيره نظرا ان في غطاء نقدي وغيره وغيره وغيره. انا النهارده لما احط ضوابط سعر الصرف بين الدولار وبين الجنيه فانا بحمي عمله بلدي، زائد احط ضوابط التسعير اللي جوه البلد فانا ريحت المواطن، زائد ان انا ازود الحوافز الاستثماريه واطلع مكاتب التمثيل التجاري اللي في السفارات المصريه تروح تجيب المستثمرين هنا، دخلت الدولار، زائد ان ادي حوافز للمصنعين المحليين اللي موجودين وارفع عنهم شويه في المعاناه بعيد عن المستثمر الاجنبي، زودت التصنيع، ابدا ادخل عمليه القمح والسلع الاستراتيجيه اللي بتاكل عندي الاستيراد اخليها ده سياسه حاليه فوريه في خلال 6 شهور. عوض بيها السوق المحلي. الفكره. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حمزه الحسين. شرفت بحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. هكذا مشاهدينا وصلنا معا لنهايه هذه الحلقه من برنامج من القاهره، تحياتي والى اللقاء.